الآن عضو ذهبي في نادي الهلال، دفعت 100,000 ريال. لا أعرف، أنت مدرب محترف يعني اليوم تكون عضو في نادي الهلال، جاءك لنفترض عرض من النصر، من الاتحاد، من الأهلي، هل تغلق الباب أمام كل هذه الأندية كرمال عيون الهلال؟ أعتقد أن بعد النتائج المذهلة التي تحققت في الهلال والإنجازات التي أحرزناها معا، من المستحيل بالنسبة لي أن ألتحق بأي نادي آخر في السعودية. تغلق الباب أمام كل الأندية في السعودية، يعني لماذا تفعل ذلك الآن؟ السبب هو أنني أشعر أنني جزء لا يتجزأ من الهلال، روحي موجودة في النادي، وقد أمضيت أفضل فترة في حياتي، أجمل المراحل حياتي هناك، أنجزنا أكبر قدر من الانتصارات هناك. إذن لماذا أنتقل إلى أي نادي آخر؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا أنتمي إلى الهلال، نقطة إلى السطر، ليس هناك أي فرصة أو إمكانية بالنسبة لي لأذهب إلى أي فريق آخر. يعني ولكنك محترف ألست كذلك ولا بطلت محترف؟ أكيد أنا مدرب محترف، ولكن لدي الحق أيضا أن أختار، ويمكن لي أن تكون لدي خيارات مختلفة. فإذا كان الأمر يتعلق بأي فريق سعودي آخر فأقول لا عذرا، لا أستطيع أن أغادر الهلال.